واحد 12 جرام من الكرب محتاجين قد ايه الاكسجين؟ 32 جرام من الاكسجين، 12 جرام من الكربون، 12 جرام من الكربون محتاجين 32 جرام من الاكسجين لان غير 16. طيب هو انت مديك في المساله 12 جرام كربون؟ لا، ده مديك كام؟ 850 جرام. يبقى انا اشوف 850 جرام من الكربون محتاجين قد ايه من الاكسجين؟ تمام؟ انا اشوف 850 جرام من الكربون محتاجين قد ايه من الاكسجين؟ هعمل نفس الكلام على الكوكب الثاني. انا هنا هيدروجين بكام؟ واحد اثنين، يبقى 2 جرام من الهيدروجين محتاج قد ايه؟ نص 32 محتاج 16 جرام من الاكسجين، تمام؟ 2 جرام من الهيدروجين محتاج 16 جرام من الاكسجين. طب انت ايه عندك في المسألة؟ 2 جرام هيدروجين؟ لا، انا عندي قد ايه؟ انا عندي 150 جرام من الهيدروجين، هشوفه محتاج كام جرام من الاكسجين، تمام؟ يبقى انا اقدر اكسب الويت اللي انا محتاجه من الاكسجين عشان احرق الكربون، والويت اللي انا محتاجه من الاكسجين علشان احرق ايه؟ الهيدروجين. يبقى التوتال ماس اوف اكسجين هيساوي قد ايه؟ وزن الاكسجين هنا زائد وزن الاكسجين هنا، هنا الويت بتاع الاكسجين اللي انا محتاجه علشان احرق الكربون 850 في 32 على 12، هنا الويت بتاع الاكسجين اللي انا محتاجه عشان احرق الهيدروجين هيساوي 150 في 16 على 2، يبقى التوتال ويت بتاع الاكسجين اللي هو مجموع الاكسجين بتاع الاثنين اللي هو 850 في 32 على 12 زائد 150 في 16 على 2. انا كده قدرت احسب التوتال ماس اوف اوكسجين. طب هو انا عايز في المساله التوتال ماس بتاع الاوكسجين؟ لا، انا عايز في المساله ايه؟ التوتال ماس اوف اير، تمام؟ انا دلوقتي تاني انا بعمل ايه في المساله؟ انا اداني زيت عايز احرقه واروح جايب الزيت وكاتب التركيب بتاعه زي كده، ده 85% يعني 850 جرام، 15% يعني 150 جرام. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب كل ماده لوحدها وافعلها مع الاكسجين، اهو ادي سي مع او2 هيديني سي او2، اتش2 او مع نص اتش2 مع نص او2 هيديني اتش2 او، كربون 12 محتاج قد ايه اكسجين؟ 32، بس انا ما عنديش 12 كربون، ده انا عندي 850 كربون، يبقى شوف انا محتاج قد ايه من الاكسجين. يبقى انا اقدر احسب الويت بتاع الاكسجين اللي انا محتاجه لحرق الكربون لوحده. نفس الكلام على الهيدروجين، هنا عندي 2 هيدروجين محتاج 16 جرام اكسجين، بس انا ما عنديش 2 هيدروجين، انا عندي 150 جرام هيدروجين، شوفوا محتاج قد ايه من الاكسجين، تمام؟ طيب انا لو عايز احسب التوتال ماس بتاع الاكسجين هروح جامع الاثنين مع بعض، بس انا دلوقتي مش عايز احسب الماس بتاع الاكسجين، انا عايز احسب ايه؟ الماس بتاع الاير، صح؟ طب ايه ربط الماس بالاكسجين؟ ايه ربط الاير بالاكسجين في المساله دي؟ ايه ربط الاير بالاكسجين؟ يعني انت حسبت التوتال ماس بتاع الاكسجين، ايه ربط الاير بالاكسجين؟ ان الاير صح يحتوي على 20% اكسجين وعلى 80% منين؟ من النيتروجين، تمام؟ يحتوي على 20% من الاكسجين وعلى 80% من النيتروجين. فانا عايز اجيب علاقه ما بين الاكسجين والاير، عايز اجيب علاقه ما بين الاكسجين والاير. طيب انا عندي 20 اكسجين موجودين في قد ايه اير؟ في 100 اير، صح؟ انا عندي 20% اكسجين موجودين في الهواء، انا عندي 20 اكسجين موجودين في 100 اير. طب انت هنا عندك 20 اوبشن، دي هات بتاعها ثري بوينت فور سكس سبعة كيلو جرام، تمام؟ طيب هو انت عندك 20 اوبشن؟ لا، انت عندك قد ايه اوبشن؟ انا عندي 3
0.467 كيلو جرام من الاكسجين عايز اشوفهم موجودين في قد ايه من الهواء. في مشكله في الكلام ده؟ انا بعد ما حسبت التوتال بتاع الاكسجين لما جمعت الاثنين مع بعض، طب انا مش عايز الاكسجين، انا عايز ايه؟ انا عايز الهواء. فانا هجيب العلاقه ما بين الاكسجين والايه؟ اللي هي ايه؟ ان انا عندي الهواء يحتوي على 20% اكسجين و 80% نيتروجين، يبقى 20 اكسجين موجودين في 100 ايه؟ طب انا عايز اشوف بقى شويه الاكسجين دول موجودين في قد ايه من الهواء؟ يبقى انا اقدر احسب الويت بتاع الاير ولا لا؟ الماس بتاع الاير. الماس بتاع الاير هيساوي ايه؟ هيساوي 20 3.467 في 100 على 20. حد يكسب هاي بس بسرعه. ايه؟ عايز تحلها بالجراف، انا حسبت على قلب. 17 كام؟ 17 بوينت كام؟ 3 3 5؟ مين اللي بيقول؟ 17 بوينت 3؟ في مشكلة في الكلام ده؟ تاني أنا عملت إيه؟ جبت وزن الأكسجين هنا لوحده، وجبت وزن الأكسجين هنا لوحده، جمعت الاتنين طلعت التوتال. جمعت الاتنين طلعت التوتال الماس بتاع إيه؟ طلعت التوتال الماس بتاع الأكسجين، بس أنا مش عايز الماس بتاع الأكسجين، أنا عايز إيه؟ أنا عايز الماس بتاع الإيه؟ فبجيب علاقة ما بين الماء الإير والأكسجين. انا عندي 20 اكسجين موجودين في 100 اير، يبقى اشوف درجة الاكسجين موجود في قد ايه من الاير. طب ده بسميه ايه؟ ده بسميه الثيوريتيكال اماونت اوف اير. ده بسميه الثيوريتيكال اماونت اوف اير. طيب يبقى انا ده الثيوريتيكال الاماونت اوف اير. هعمل ايه تاني؟ خلي بالك في المساله، قال لك انا استخدمت 20% اكسس اير، تمام؟ استخدمت 20% اكسس اير، دي معناها ايه؟ دي معناها ان انا لما استخدمت 100% اير انا هنا ما كنتش استخدمت زياده من الهواء. لما استخدمت 100% اير كان وزن الهواء اللي انا محتاجه ده، صح؟ بس انا دلوقتي ما استخدمتش 100% اير، انت استخدمت قد ايه اير؟ 120%، صح؟ لان انا استخدمت 20% هواء زياده. بيقول لك لما انا استخدمت 100% اير كان الهواء كذا، بس انا ما استخدمتش 100%، ده هو قايل لي في المساله ان انا استخدمت 20% اكسس اير، فاقول له يبقى انا لما استخدم 120% هشوف وزن الهواء قد ايه؟ الماس اوف اير ده هيديني ايه؟ ده هيديني 17.335 في 120 على 100. ده بسميه الاكشن، ده اللي انا فعلا استخدمته، ده بسميه الاكشن اماونت اوف اير، ده فعلا اللي انا استخدمته. في مشكله في الكلام ده؟ تاني دلوقتي خلاص عرفت خلاص فضلت الدرجه نكمل دلوقتي. انا بقول لك ايه؟ قلت لك انا عندي الهواء مش عايزين نبعت الموبايل صور
دلوقتي خلصت اول جزء في المساله اللي هو الناس وكير تمام اللي هو ايه قلت لك قد ايه 23% 77% نيتروجين قلت لك كاتيون ايه الناس وكير قلت لك اول حاجه بعملها كان الزيت اللي انا عايز اطلعه وكان التقسيمه بتاعته كربون واحد ده اللي مديهولي 85% يعني 850 جرام 15% يعني 150 جرام هجيب كل مادة لوحدها وافعلها مع الأوكسجين كاربون مع الأوكسجين هيديك CO2 لكن الكاربون 12 هيديك محتاج قد إيه أوكسجين 32 أوكسجين فأنا هشوف 850 محتاجين قد إيه نفس الكلام هعمله في الهيدروجين هجمع الاثنين على بعض يبقى أنا طلعت الناس بتاعة الأوكسجين بس أنا في المسألة مش عايز الناس بتاعة الأوكسجين طب أنت عايز إيه؟ أنت عايز الناس بتاعة الإيه؟ فأنا هجيب علاقة ما بين الأوكسجين والإيه؟ يبقى الناس بتاعة الإيه؟ هيساوي قلت لك 20 اوكسجين موجودين في المية ايه؟ انا عايز اشوف الاوكسجين اللي انا طلعته ده موجود في قد ايه من الهواء؟ عملت نص مالتيبليكيشن حسبته بس في المسألة خلي بالك ده هو قايل لي ان انا استخدمت 20% اكسس ايه؟ انا اقول له لما انا استخدمت 100% هواء كان وزن الهواء ده؟ طب اما لما تستخدم 120% يبقى وزن الهواء قد ايه؟ طلعت وزن الهواء اللي انا محتاجه. ده بسميه سيوريتيك ده اللي انا محتاجه ده اللي انا محتاجه انما الاكتوال اللي فعلا اللي انا استخدمته اللي هو ايه اللي هو ال 120% ان انا عايز اعرف وزنهم اللي انا طلعته اللي هي كام 20.80 طيب ندخل على الجزء اللي بعده اللي هو الدراي برودكت عشان تطلع الدراي برودكت بسهولة من أي مدخل عشان تطلع الدراي برودكت بسهولة من أي مدخل الدراي برودكت عندك حاجتين ثابتين في أي مدخل ايه هم؟ أول حاجة الهكسات أوكسجين تاني حاجة النيتروجين دراي برودكت دول حاجة ثابتين في أي مسألة ايه هما؟ الإكسس أوكسجين والنيتروجين طب الحاجات الباقية بطلعها منين؟ الحاجات الباقية بطلعها من المعادلات اللي أنا عملتها هنا خرج عندي ايه؟ CO2 يبقى CO2 ده بيعتبر دراي برودكت هنا CO2 ده بيعتبر دراي برودكت طب المعادلة الثانية خرج ايه؟ خرج مية المية دي ينفع تبقى دراي برودكت؟ طبعا لا يبقى أنا تاني اول ما يقول لي سؤال الدراي برودكت في عندي حاجتين ثابتين اللي هما اول حاجه اكسس اوكسجين ثاني حاجه اللي هي النيتروجين اكسس اوكسجين وثاني حاجه النيتروجين طب الحاجات الباقيه بطلعها منين؟ بطلعها من المعادلات هنا ناتج التفاعل CO2 هنا ناتج التفاعل H2O يبقى CO2 دراي برودكت انما الدراي برودكت انما H2O ما ينفعش اعتبرها دراي برودكت طيب عايز اطلع نسبة كل واحد من دول هطلعها ازاي؟ انا دلوقتي عرفت ايه هي الدراي برودكت دلوقتي عايز اطلع نسبة كل واحد اللي هي الحاجات المشابكه بعد عمليه الحد. الحاجات المطلعه بعد عمليه الحد. يجي بالنسبة الصوت بالنسبة للإكسس أول حاجة الإكسس أوكسجين تقصير الصوت أول حاجة بالنسبة للإكسس أوكسجين تتوقع الإكسس أوكسجين ده هتلاقيه فين؟ هتلاقيه فين؟ في الإكسس إيه؟ صح؟ يبقى الإكسس أوكسجين الهواء الأكسجين الزيادة ده اللي طلع ده جه منين؟ هو انا اوريدي اللي انا بستخدمه 100% بس انا هنا استخدمت 120% انا حطيتهم وما بيدخلوش في التفاعل بس انا حطيتهم عشان اطمن فعلا ان كل الزيت اللي عندي ماله اتحرق تمام؟ يبقى هنا الاكسس اوكسجين ده هلاقيه فين؟ هلاقيه في الاكسس ايه؟ يبقى انا هجيب الاول الاكسس ايه؟ طب هجيب الاكسس ايه ازاي؟ تمام؟ انا هطلع اللي هي دي اللي هو ناتج التفاعل بتاع الماء ناتج لو 120% ناقص ال 100% مش ده ده لما انا استخدمت 120% وده لما انا استخدمت 100% يبقى انا عايز اطلع
الوزن 20% اللي هو ايه؟ اللي هو ده ناقص ده الاكسس ايه؟ ده هيساوي 20.802 ماينس 17.335 دي هتطلع كام؟ دي هتطلع 3.46 تمام؟ يبقى انا كده طلعت الاكسس ايه؟ طب انت عايز الاكسس ايه؟ انت عايز ايه؟ سيلف اوبس شايف المساله بتتحل ازاي؟ انا بسال نفسي وبجاوب تمام؟ هو انا هنا عايز الاكسس ايه؟ لا ده انا عايز الاكسس اوبس يبقى لازم اجيب علاقه ترمز ما بين الاكسجين وايه؟ وايه؟ 50 الثاني دراي بولر سيلف اوبس نيتروجين والحاجات النتيجه الخارجه ناتج التفاعل الاكسس اوبشن بجيبها ازاي؟ من الاكسس اير اللي هي لما استخدمت رقم زياده ناقص لما استخدمت ال 100% يبقى انا كده طلعت الاكسس اير. هتيجي تسال نفسك سؤال طب انا دلوقتي مش عايز الاكسس اير ده انا عايز احسب ايه؟ الاكسس اوبشن. طب انا هجيب الاكسس اوبشن منين؟ يبقى انا لازم اجيب علاقه ما بين الاوبشن والاير اللي هي ان الاير بيحتوي على 20% اوبشن و 80% نيتروجين. انت دلوقتي عندك 20 اوكسجين موجودين في 100 اير. انا دلوقتي عايز اشوف قد ايه من الاوكسجين موجودين في الوزن ده من الاير. انا دلوقتي عايز اشوف قد ايه من الاوكسجين موجود في الوزن ده من الاير. يبقى انا كده اقدر احسب الاكسس ده هيطلع اوكسجين هيطلع 4.6 تمام. انا كده ده اول حاجه اللي هي الاكسس اوكسجين. الاكسس اوكسجين بجيبه منين؟ بجيبه من الاكسس اير. بجيب الاكسس اير ازاي؟ بطرح زياده ناقص ال 100% التانيه. طب انا مش عايز اكسس اوكسجين انا عايز اكسس اير. طب انا دلوقتي هعمل ايه؟ هجيب علاقه ما بين مش عايز اكسس اير انا عايز اكسس اوكسجين. هجيب علاقه ما بين الاكسجين والاير. اشيل اوكسجين موجودين في ماء اير فانا عايز اشوف في قد ايه اوكسجين موجودين في الوزن ده من الاير. طيب ده كده بالنسبه لاول واحد. نيجي على النيتروجين. النيتروجين هطلعه من نفس العلاقه تمام؟ النيتروجين هطلعه من نفس العلاقه. تعال نيتروجين طلعه من نفس العلاقه. انت عندك 80 نيتروجين موجودين في 100 ايه؟ عندك 80 نيتروجين موجودين في 100 ايه؟ فانا عايز اشوف قد ايه من النيتروجين موجود في الهواء اللي انا بتكلم اللي هو ال 20.80 تمام؟ انا عايز اشوف قد ايه نيتروجين موجود في الهواء اللي انا دخلته. ليه؟ لان النيتروجين ما بيتعبش خالص كده كده النيتروجين هيطلع في الاخر فانا عايز اشوف قد ايه نيتروجين خارج في الهواء. دراي برودكت دي معناها ايه؟ معناها الغازات الناتجه بعد عمليه الحرق. دراي برودكت معناها الغازات الناتجه بعد عمليه الحرق. اول حاجه الاكسس اوبشن ده ناتج بعد عمليه الحرق لان انا ما استخدمتوش. طيب الاكسس اوبشن موجود فين؟ في الاكسس اير. طب النيتروجين؟ النيتروجين ما بيدخلش في التفاعل خالص فانا عايز اشوف قد ايه نيتروجين موجود في الهواء اللي عندي. طيب اخر حاجه يبقى النيتروجين ده هيساوي 20.802 80 على 100 ده هيساوي كام؟ وصل 1.6 صوت. اخر حاجه فضلنا في السي او 2. السي او 2 ده منين؟ السي او 2 صوت. السي او 2 ده منين؟ انا بسال نفسي السي او 2 ده منين؟ دي نتيجه تفاعل الكربون مع الاكسجين. كربون مع الاكسجين. ده تاني ايه؟ سي او 2. طب انا هعمل ايه؟ انت عندك قد ايه برضه؟
الرقم القياسي وضوء الرقم 12 وده 32 يبقى الرقم 44 في وضوء. طب انت عندك المساله 12 كربون؟ لا ده انا عندي 850 كربون. يبقى شوفوا هيطلع لي قد ايه خلاص. عملت ايه؟ انا دلوقتي كربون مع الاوكسجين اداني سي او 2، 12 كربون طلعها بقى قد ايه اوكسجين؟ سي او 2. طب انا دلوقتي ما عنديش 12 كربون، ده انا عندي 850 جرام كربون، فاشوف هتطلع قد ايه من. طيب هنا وزن الكربون دايوكسيد المثالي 3.116 مش عايز تاني. الساعة دلوقتي 11:30